خوتي خواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالكم فيصل الصفري مغربي في كندا. المهم اخوتي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله كلكم غادي تمشوا معايا هذه الخرجه هذه اللي انا فيها دابا. فهاد النهار هذا جينا لواحد البارك اللي سميتو سونتر دو لاتير كما كتشوفوا. هذا البارك هذا جا خارج موريال متواجد هنايا في لافال، يعني ماشي بعيده على موريال وانما ممكن تقطع واحد القنطره باش كتوصل لهذا البارك هذا اللي هنايا بعيد على موريال تقريبا شي 2 كيلومتر 3 كيلومتر في الخرجه ديال موريال. المهم اخوتي في هذا البارك هذا غادي تشوفوا معايا بزاف ديال الحوايج زوينين. كاين واحد البحيره كيف ما تقولوا، كاين واحد لاك هنايا. فهاد لاك هذا كيديروا فيه داك السبور ديال الكاياك، وكاينين بزاف ديال الحوايج غادي تكتشفوا معايا. المهم اخوتي خليكم معايا غادي ندخلوا وديك الساعه غادي تشوفوا معايا كل واو واو خوتي شوفوا معايا الديكور هذا، الى الطاووس هذا كيفاش يعني داك الجنحات ديالو داك الديكور اللي كيعطي كيفاش داير شي حاجه اللي واعره. حنا دابا فواحد المزرعه هنايا، فواحد المزرعه هنايا في هذه البلاصه هذه كتكون لونطري وليها كاينه السوق شي، ولكن دابا حنا وصلنا مع 6 يعني مع 6 كيسدوا الوغ ما نقدرش ندخلوا لداخل. هاد المزرعه هادي تكون بزاف ديال الحيوانات، يعني حيوانات الاليفه بحال الغزال بحال الماعز. المهم على شكل مزرعه راه كيف ما كتشوفوا المهم دابا سي دوماج راه كيف ما كتشوفوا راهي مكتوبه السورتي، يعني كاين غير الباب ديال السورتي اللي باقي مفتوح، اما الشيء الاخر الباب ديال لونطري يعني سدوه، لاننا يعني دابا الساعه عاد وصلنا لهنايا وهما مع السته كيسدو. الوغ ماشي مشكل، ما جا ان شاء الله نجي لهاد البلاصه هادي وندخلكم تشوفوا المزرعه كيفاش عامله من الداخل. يعني كتدخل الداخل كيخليوك تلعب مع الحيوانات وكل شيء، يعني اللي كاينين تما، يعني جميع الحيوانات اللي كاينين تما اليفه. ها انتم كيف ما كتشوفوا الدنيا كيفاش دايره، واو زعما الطاوس كيعطي واحد الديكور اللي هو واعر بزاف. شوفوا خوتي معايا هاد الفروج هذا كي داير تبارك الله، وهذاك اللي لهي طاووس ابيض، راه هو طاووس ابيض وهذا. تبارك الله خوتي، عرفتوا شي تفصيل ديال المدهوسه بهذا الفروج هذا؟ يا سلام ما نعاودش لكم. خوتي هذا البارك هذا يعني كيجيو ليه غير لي فامي كيف ما كتشوفوا، كيجيو العائلات هنايا يعني كيديروا الكوتي ديالهم ولا كيديروا السوبي كيف ما كتشوفوا. المهم خليكم معايا خوتي دابا نمشيو نتانستالا ونشوفوا شي بلاصه نجلسوا فيها، من بعد ديك الساعه غادي نعاود نكملوا الجوله ديالنا ونمشيو نوريكم بزاف ديال الاماكن متواجدين بهذا البارك هذا اللي غادي تكتشفوه معايا حتى نتوما، لانني حتى انا اول مره غادي نجي ليه، وغادي تشوفوا معايا كل شيء واي حاجه شفتها يعني زوينه في هذا البارك هذا غادي نبارطاجيها معكم. يلا اخوتي خليكم معايا. ها انا عاوتاني اخوتي هذه البلاصه هذه فيها لي شوفال هنايا، يعني كيجيبوا الوليدات ديالهم يلعبوا، يعني بدا من عند الوليدات ولا شي حاجه كيجيبوهم هنايا يلعبوا لي شوفال. ها انتم كيف ما كتشوفوا فريمو اخوتي جنه الاطفال والله العظيم، الناس اللي قالوا على كندا جنه الاطفال الا جنه الاطفال ديال بصح. Thank you.
يلا اخوتي خليكم معايا. واش اخوتي انا رجعت معكم. المهم اخوتي انا فهاد البلاصه هادي يعني كيجيو ليها بزاف ديال لي ماريي كيديروا فيها التصاور هنايا كيف ما كتشوفوا راه هما ورايا لهيه يعني كاين المصور وكاين لي ماريين يعني نوفو يعني الناس اللي الله تزوجوا كيجيو هاد البلاصه هادي كياخذوا تصويرات اللي كتكون دايره بالورود كيف ما كتشوفوا له هكا. هاد المكان اللي هو رائع بزاف راه كيف ما كتشوفوا راه لي ماريين المصور ديال يعني الماتيريال ديالو داك الشيء تما كيجيو كياخذوا تصاور. هاد البلاصه معروفه بلي ماغي وكتلقاو فيها هاد الورود هادو اللي هما واعرين بزاف كيف ما كتشوفوا يعني هاد البلاصه هادي كلها دايره بالورود. وهنا اخوتي هاد البلاصه هادي اللي هي عامره تكون فيها داك الجران يعني الضفادع هاد المكان خاص بهم هنايا. يعني هاد المكان هذا ولا هاد البارك هذا سونتر بلا ناتور يعني واحد البارك اللي هو كبير بزاف يعني من المستحيل خصك تكون عندك مثلا شي طوموبيل ولا شي يعني بيسيكليت ولا شي حاجه باش تقدر تساراه كامل وشوف تشوف واش تقدر تساراه ولا ما تقدرش تساراه يعني كبير بزاف بزاف بزاف. راه هما لي ماريي مازال كياخذوا لي فوتو ديالهم. كاين بزاف ديال الورود اللي هما واعرين في هذا المكان هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه هو المصور. يلا اخوتي خليكم معايا نشوفوا شي بلاصه اخرى ونعاود نرجعوا معكم. بالنسبه للناس اخوتي اللي هما عايشين في موريال يعني الناس اللي هما جداد في موريال وما عارفينش هذا البارك هذا. هذا البارك هذا سميتو سونتر دو لا ناتور جاف لافال ما بعيدش بزاف على موريال كيف ما قلت لكم في الاول بواحد جوج ولا ثلاثة كيلومتر برا على موريال. هذا البارك هذا يعني في بزاف الاماكن اللي هي واعره كيف ما كتشوفوا معايا في اماكن اللي مختصه بالعائلات فين يجلسوا يديروا الباربيكيو ديالهم فين يديروا الكوتي ديالهم وفي بزاف ديال الاماكن اللي فيهم الالعاب اللي مختصه بالاطفال. الوغ هاد البلاد هادي يعني ما تخافش على ولادك فيها يعني كتولد الاولاد ديالك وانت مرتاح لحقاش بحال هادشي كلشي اللي كتشوفوا هاد لي بارك كاملين كلهم غراتوي كلشي ديال الله. بحال مثلا غير واحد البارك ما بين بوقنادل وسلا واقيلا سميتو هو ماشي بارك هو جاردا سميتها جاردا اكزوتيك يعني تقريبا ما عرفتش يعني انا على راسي كدخلت ليها ب 10 دراهم لواحد الدخله يعني تخيلوا معايا واحد يعني واحد العائله اللي عندهم واحد 4-5 ديال الاولاد عدد الاب عدد الام شحال يخصهم باش يدخلوا لذاك الجاردان باش يشوفوا الداخل وماشي شي جاردان يعني بحال ما قلت لك كتلقى بهذه المساحه هذه كبيره اللي ما تقدرش انك تساريها على رجلك يعني بزاف ديال يعني واحد المساحه مدينه يعني بارك عباره عن مدينه يعني بوحدو مدينه في بزاف ديال الاماكن واعرين فيه بلاصه عاجيني فيها لي كافي بلاصه اللي فيها لي ريستورون ابار لي ريستورون ابار لي كافي عندك الحق انك تجيب معك الماكله ديالك تجيب معك الكوتي ديالك تجيب معك مثلا باربيكيو بورطابل اللي دير فيها تشوي فيها مثلا كفته دير فيها بزاف ديال الحوايج. المهم اخوتي خليكم معايا مازال غادي ندورو ومازال غنشوفو شي بلايص اللي هي واعرين واي بلاصه وصلت ليها ضروري ما غادي نبارطاجيها معكم. يلا اخوتي خليكم معايا. انا اخوتي هذا هو المكان اللي قلت لكم فيه الكاياك يعني الانسان هنا يعني كاين لي كاياك هنايا يعني كتاخذهم وكتلعب بهم يعني اللي مهووس برياضه الكاياك في هذه البحيره هذه هي البحيره اللي كنت وريتكم من الفوق في الاول ديال الفيديو كنت صورتها لكم هي هذه فين هبطنا ليها. فوالا اخوتي اما كما كتشوفوا يعني الدنيا كيف ما كتشوفوا راه هما العائلات جايبين معاهم المسائل ديالهم يعني لي ساك اللي فيهم لي ساندويتش ديالهم لي غاطو لي كافي عاوتاني تاهما الاطفال
مشات لي الكره. كاين هاد الكراس هادو عاوتاني كتجلس، يعني كرسي كتجلس فيه وكتلعب به بحال الزعلوله، يعني الانسان اللي بغى يترولاكسا كيف ما كتشوفوا هو هذا هو. كاين بزاف ديال الاماكن فين كدير لي بوبيل ديالك بحال هاد الشكل هذا. كاين اللي ما كيبغيش يجلس في الكراسي، حيت كاين واحد الاماكن اللي فيهم الكراسي بالطابلات وداك الشيء. كاين اللي ما كيبغي يجلس في الارض بحال هادوك مثلا، يعني كيجيبوا حصيره ولا شي حاجه و تيجلسوا فيها. عاد كاينين الناس اللي في الضفه الاخرى كيف ما كتشوفوا راهم فين جالسين. واحد القضيه يعني مستحيل في هاد البلاد هادي يعني تحس بالقنطه ولا يعني ولا شي حاجه بحال ما بحال هكا، يعني موفرين للناس فين يجيو يدوزوا الاوقات ديالهم، موفرين للناس فين يخرجوا يلهيو وقتهم. وبزاف ديال الاماكن هذا غير شويه من بزاف ديال الاماكن اللي هي واعره هنا في هاد البلاد هادي، هادشي غير شويه من بزاف. اما الا زدتي يعني زدتي خرجتي على موريال بشويه مثلا بواحد 20 كيلومتر 25 كيلومتر، راه كتشوف شي حوايج اللي هما الحماق، يعني شي حاجه الخيال العلمي. هاد البحيره هادي فيها حتى السمك، راه كما كتشوفوا راه السمك فين تيعوم، يعني عامره بالسمك، ولكن انت دي انك تصيد فيها. ها هما لي كاياك اللي قلت لكم اخوتي، هما هادو. فوالا هادو هما الكاياك، و لهيا تما راه كاين ريستورون كافي كيف ما كتشوفوا. ها هما لي كاياك، يعني بزاف متواجدين لهيا. يلا اخوتي خليكم معايا، مازال فين غادي نزيدو نكتشفوا بزاف د الحوايج في هذا البارك هذا. يلا اخوتي خليكم معايا. هذا مكان اخوتي هنا فين كيلعبوا الاطفال كيف ما كتشوفوا، يعني دير لهم بزاف ديال الالعاب هنا فين يلعبوا. الواقع اخوتي الصراحه فريمو ان كندا جنة الاطفال، يعني بزاف يعني الحوايج والاماكن اللي هما موفرينهم للاطفال هنا فين يلعبوا فين يدوزوا الاوقات ديالهم، حتى من لي بيسين غراتوي اخوتي. يعني باقي فين غادي ان شاء الله نبقى نديكم ولا تمشيو معايا لي بيسين اللي متوفر اللي كاينين هنا في كندا اللي هما غراتوي. كاينين بزاف ديال لي بيسين اللي هما غراتوي، يعني الانسان يمشي يدي وليداتو يدخلوا يعوموا ما يخلصوا حتى شي ريال، كلشي فابور. فوالا خوتي يعني كيف ما كتشوفوا، يعني بزاف ديال الاطفال هنا فين كيلعبوا، والاباء ديالهم هما دايرين لهم اماكن فين يجلسوا فين يشربوا قهوات ديالهم، فين يعني جميع وسائل الراحه متوفره هنا في هذا البارك هذا. وماشي غير هذا البارك هذا، بزاف ديال لي بارك بحال ما هكا، يعني اي بارك تقدر بارك تلقى غير حدا الدار، يعني لي بارك تكون حدا الدار كتلقى فيه الالعاب، يعني اي مكان سكنتي فيه الا وكتلقى واحد البارك حداك يعني فيه الالعاب وفين يلعبوا الاطفال. يلا اخوتي خليكم معايا. ها انتم اخوتي هاد البلاصه هادي دايرين الاطفال هنايا كيف ما كتشوفوا، داير لها هاد العيبه هادي اللي هنايا كتشوفوها هنايا زرقاء بحال فيها تحت شي بونج ولا شي حاجه، يعني كتبرك عليها كتفشفش داير لهنا الاطفال، يعني باش الا جراو مع هاد الهبطه هادي ولا شي حاجه ما توقع عليهم والو، ما يضروا ما يتجرحوا ما حتى شي حاجه. يعني ديك البلاصه كامله اللي كتشوفوها في المساحه الزرقاء هادي، يعني كامله مغلفه بشي حاجه من التحت، يعني واخا يطيحوا واخا يوقع لهم اللي وقع، يعني حتى شي حاجه ما توقع لهم. انتم كيف ما كتشوفوا
يعني دايره بحال شي بونجه من التحت ولا ما نعرف شنو كاين التحت، المهم بحال بحال كتفشفش. فوالا خوتي، يعني بلاصه كبيره دايرين يعني الاطفال اللي بغاو يجريو وبغاو دير لهم حاد القنطره عاوتاني كيطلعوا منها ويطلعوا من الجهه الاخرى. اي فوالا داكشي اش كتشوفوا هنا الوليدات كيلعبوا كيجريو يعني بلا ما تخاف على ولدك، يعني ما كاينش لا رمله لا حتى شي حاجه يعني تخاف يطيح يتوسخ ولا شي حاجه. فوالا هي بحال القنيطره اللي قلت لكم هنايا بحال القنطره يعني كيطلعوا فيها. وهاد البلاصه هادي يعني بروتيجي، واخا يطيح واحد ما يوقع ليه والو هنايا. عشاق السكي خوتي، هادي بلاصه خاصه بصحاب السكي هنايا كيف ما كتشوفوا. هنا كاين الناس اللي بغاو يجلسوا الا كانت شي كومبيتيسيون ولا شي حاجه كيجلسوا هنايا. وهنا كاين هاد البلايص هادو ديال صحاب السكي كيف ما كتشوفوا، راه تما فين كيتزحلقوا صحاب السكي وصافي. مره تيقولوا لي كومبيتيسيون هنايا ماشي شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل، لكن عادي يعني الناس اللي هما مهتمين بهادشي ديال السكي كيجيو هنايا مره كيديروا لي كومبيتيسيون. وهنا تكون الناس اللي هما تيحبوا يتفرجوا فهاد الرياضه هادي تكونوا جالسين هنايا كيف ما كتشوفوا، يعني فهاد المكان هذا. اي فوالا خوتي، المهم كانت شي حاجه جديده راه عاوتاني غادي نعاود نرجع معكم وغادي نوريكم اي حاجه شفتها ولا اي حاجه اكتشفتها راه غادي نبارطاجيها معكم. يلا خوتي خليكم معايا. المهم اخوتي دابا وصلت لواحد البلاصه فيها واحد الدروج هما كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نطلعوا الفوق ديك الساعه غادي نشوفوا ولا نكتشفوا الديكور ولا الفيو اللي كتبان لنا من الفوق. المهم اخوتي خليكم معايا دابا غادي نطلعوا غادي نشوفوا يعني كيفاش دايرين الاجواء الفوق، يعني حتى من البلايص اللي كتلقى فيهم مثلا بحال شي جبيال ولا شي حاجه يعني كتلقاهم يعني الناس يعني لهاد البلاد هادي موفره ليهم يعني كيفاش سهوله باش توصل ليهم. بحال هاد الدروج هادو اللي هما مصايبين يعني ما كتعذبش ولا تمحن راسك باش توصل لشي بلاصه. اي فوالا حنا وصلنا لهاد الجبيل هذا كيف ما تنقولوا، واحد الجبيل اللي هو صغير دايرين له هاد الدروج هادو ملي كيطلعوا. اي فوالا خوتي ها الديكور اللي لقينا. ها انتم اخوتي كتبان لكم واحد المساحه خضراء عاوتاني هنا شوفوا قداش فين هو الثلج اخوتي، فين هو الثلج اللي كنتو كتشوفوا معايا في شهر واحد، فين هو الثلج اللي كنتو كتشوفوا معايا في شهر جوج، فين هو هادشي كلشي ما بقاش، يعني بحال لا ولا غير هضره وكلام ولا غير تعاويذه ولا يعني كيف ما تنقول لكم ديما ان بلاد اخرى هذه ماشي البلاد اللي كانت في شهر واحد وشهر 12 وشهر 3. هز بحال هزيتي بلاد وحطيتي بلاد. ها انتم كيف ما كتشوفوا يعني كاين شحال من واحد اللي واخد واحد الفكره غالطه على كندا، كيسمع الاسم ديال كندا تيقول لي يعني غير الثلج والبرد البرد الثلج والبرد الثلج والبرد. نو كندا راه فيها 6 شهور ديال البرد، 6 شهور ديال الحراره والصهد والجو كيف ما كتشوفوا انتم، يعني فريمون راه جنه الاطفال اخوتي. يعني بتجيب الاطفال ديالك يلعبوا في هاد الاماكن هادي، ما كاين لا ترونسبور تخاف منه ولا سيارات كيدوزوا من هنا لا حتى شي حاجه، غير الخضوره والطبيعه والالعاب وهادشي غير شويه من بزاف ديال الاماكن اللي احسن من هادو ب 1000 درجه متواجدين هنا في كندا. خاص غير الواحد فاش يجي لهاد البلاد هادي يحاول ما امكن يدير السياره ديالو، يعني اين فوا يخدم يستقر في العمل ديالو يحاول يدير السياره، لحقاش بالسياره ديالو غادي يكتشف بزاف ديال الاماكن اللي هي واعره وخارجة على موريال بشويه. يعني تقدر تمشي برا موريال ب 20 كيلومتر ولا 25 كيلومتر كتشوف شي اماكن اللي هما فريمون جنه، يعني جنه في الارض. زياده على هذا الشيء الاماكن ديال المسابح اللي هما بالمجان، لي بارك اللي فيهم الالعاب الالكترونيه كذلك فيهم بزاف ديال، وكاين زياده على هادشي هنا في الصيف تيكونوا بزاف ديال لي كارنفال بزاف ديال لي فيستيفال. مازال خوتي فين غاديكم، مازال خوتي فين غاتكتشفوا معايا هادشي كلشي. يلا خوتي خليكم معايا، لقيت لكم شي حاجه ولا شي بلاصه اخرى مختلفه على هادي وفيها شي ديكور اخر مختلف على هذا راه غادي نصور لكم. ما بانتش لي شي حاجه جديده لا يعني كان شي حاجه متشابهه مع هذا المكان هذا راه ما غاديش نصور لكم، وتكل ومن بعد غادي نتلاقاو ديك الساعه باش نختموا لا فيديو ديالنا. المهم اخوتي خليكم معايا، كانت شي حاجه جديده انا معكم، ما كانش شي حاجه غنتلاقاو باش نتواعدوا. يلا اخوتي بنادم الا تحنسر وبغى يمشي للطواليط حاشاكم، ها هما اخوتي لي طواليط.
ها هما لي طواليت، راه هما عاوتاني لهيه عاوتاني، راه لي طواليت عاوتاني لهيه. ايه فوالا خوتي، او حتى من الماء فيهم، يعني فيهم الماء فين توضى، فيهم كل شيء اخوتي. يلا خليكم معايا. بغيتكم تعرفوها على كندا، ان في هذه البلاد هذه الماء غراتو، يعني الانسان فاش يكون في الدار ديالو شي حاجه الماء ما تيخلص عليه والو. وفي هذا البارك هذا كاين بزاف ديال الاماكن اللي فيهم الماء، بالنسبه للناس اللي هما عطشوا ولا بالنسبه للناس اللي ما بغاو يشربوا ولا شي حاجه، كاين بزاف ديال الاماكن اللي فيهم واحد العيبات فيهم الماء اللي كيخرج بارد، يعني الانسان فين يروي العطش ديالو. اجيو معايا خوتي باش نوريكم. فوالا خوتي، بحال هاد الاماكن هادو، بحال هاد اللعيبه هادي كتلقاو منها بزاف هنايا في كندا. كتبرك كيطلع الماء، يعني كتلقاو الماء داكشي ديال الله، يعني كتشرب كيخرج منها الماء بارد ونقي. فوالا خوتي، خليكم معايا خوتي. هاد البحيره هادي اللي فيها هاد السمك هذا اللي راه هو فين كتشوفوه، ما عرفتش واش كتشوفوه ولا لا، مي على ما كنظن انه راه باين واضح. نعطيهم كرواسا، نرمي لهم كرواسا، ديك الساعه غادي نشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا معاها. فوالا خوتي، ها كرواسا، هما يجيبوها عليها. هانتوما خوتي، عمركم شفتو الحوت كياكل كرواسا؟ هاو الحوت كياكل كرواسا. على يدك الاخر. شوف 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 شوف. واو، دي كروات. واش اخوتي، المهم حتى هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ونتمنى ان هذه الخرجه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتكونوا استمتعتوا بهاد الاماكن اللي شفتوا معايا، بحال هاد البلاصه هذه اللي هي هاد البحيره هذه اللي فيها هاد لي كاياك هادو اللي كياخذوهم الناس، او بالنسبه للناس اللي هما كتعجبهم هاد الرياضه هذه. وكذلك تكون استمتعتوا من المكان اللي مشيت ليه، اللي فيه بلاصه اللي فيها الالعاب ديال الاطفال. المهم اخوتي، ما بقى لي الا نقول لكم، انت ولا انت اللي كنتي اول مره كتشوف هذا الوجه هذا، ولا اول مره كتشوف هذا الفيزاج هذا، حاول تهبط لتحت غتلقى واحد البطونه حمراء، برك عليها، وحده واحد الجرس برك عليه باش تفعلوا وتوصل دائما بالجديد. المهم اخوتي، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم كاملين، والسلام عليكم.